السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي نجيب مساحة مثلث لو اداني احداثيات رؤوسه؟ الفكرة كلها بتتلخص ان احنا بنكتب احداثيات الرؤوس في محدد، العمود الاول احداثيات السين، والعمود الثاني احداثي الصاد، واخر عمود ده بنكتبه واحد. لازم تحط واحد. معانا مثال اهو. اول حاجة بنعملها بنكتب عمود للسين في محدد، عمود للصاد. عملنا المحدد، كتبنا محور السينات، كتبنا محور الصادات، اخر عمود ده بيكون واحد. اضرب المحدد ده في نص قيمته. جبنا قيمة المحدد طلعت بسالب 16، اضربها في نص وحط الناتج في مطلق عشان المساحة ما تطلعش سالب. المساحة طلعت بتساوي 8 وحدات مربعة. لو انا طالب في ثالثة ثانوي بستخدم الجزئية دي في ايه؟ في فكرة في درس المعدلات الزمنية بتتكلم عنها.